تزخر مدينة مادبة بالعديد من المواقع السياحية والأثرية القديمة، والتي جعلت منها عاصمة للسياحة العربية لعام 2022. وتأمل المدينة بأن يسهم لقب عاصمة السياحة العربية في تنشيط الحركة السياحية، خاصة بعد خطة تطوير البنية التحتية للمواقع السياحية وتركيز على الخدمات التي تتيح إطالة مدة السائح فيها. فوز مادبة بعاصمة السياحة العربية لعام 2022، كيف لا وهي مدينة الفسيفساء التي تحتضن المعالم السياحية والتاريخية والدينية، والتي رسمت بمدينتها التراث الحضاري الذي يتغنى بجمال هذه المدينة. فالزائر لهذه المدينة السياحية يقف مأسورا بجمال مواقعها السياحية الأثرية القديمة كجبل نيبو، حيث تم اكتشاف بقايا لكنيسة بيزنطية في قمته المسمى صياغة، كما تم العثور على 6 مقابر أسفل أرضية الكنيسة، بالإضافة لوجود كنائس عديدة ككنيسة العذراء أو الكنيسة المريمية وكنيسة الرسل، التي تعتبر من أهم وأقدم الكنائس البيزنطية. وبالقرب من جبل نيبو يمكن للسائح زيارة متحف الحكاية التراثي الذي يتضمن معروضات للمعالم الدينية والتاريخية والثقافية للتراث الأردني، بالإضافة إلى الاستمتاع بالمشاهد البانورامية لوادي نهر الأردن ومدينة أريحة والقدس أيضاً. المواقع السياحية والأثرية في محافظة مادبة، وذلك بما تزخر فيه من مواقع سياحية تعزز الدور السياحي للمملكة وإضافة للترويج لها. مادبة فازت قبل يومين بعاصمة السياحة العربية لعام 2022. الإعلام كان شريكا معنا منذ البداية في تسليط الضوء ومساهمة في جذب السياحة المحلية والأجنبية للأردن بشكل عام ولمحافظة مادبة بشكل خاص. وإلى الجنوب من المدينة بنحو 30 كيلومترا تقع حمامات معين، التي تعتبر من أهم مواقع السياحة العلاجية بسبب تركيبة مياهها المعدنية التي تصب على شكل شلالات من عيون الماء فيها. تم اختيار مادبة من قبل معالي وزير السياحة وعطوفة الأمين العام لأنه مادبة لديها مقومات سياحية وأثرية غنية جدا، لهذا السبب تم اختيار مادبة، والحمد لله تم إعداد ملف بين مديرية سياحة مادبة ووزارة السياحة وفريق العمل، وحققنا كافة المعايير اللي مناطة بالجائزة، والحمد لله قبل يومين تم إرسال كتاب تهنئة من منظمة السياحة العربية لمعالي وزير السياحة تبلغه بفوز مادبة كعاصمة للسياحة العربية 2022. وللفنون والفسيفساء نصيب وافر في هذه المدينة التي تحتوي على معهد منفرد في المنطقة يقدم تعليما متقدما ونوعيا في فن الفسيفساء للحفاظ على الموروث التاريخي والثقافي، كما سيرفد خريجين فنيين محترفين للعمل في ترميم وإنتاج الفسيفساء، بالإضافة أنه يمنح درجة الدبلوم لفنون الفسيفساء. مرورا في مسار مادبة التراثي الذي يتنوع بالحرف اليدوية التي يعمل بها سكان المنطقة، مدينة مادبة ستسهم في تنشيط الحركة السياحية، خاصة بعد خطة تطوير السياحة التي تضمنت تطوير البنية التحتية للمواقع السياحية والتركيز على الخدمات التي تتيح إطالة مدة السائح فيها. من مادبة سانرا قطمين، المملكة. من مادبة وعبر الهاتف أرحب بمدير سياحة مادبة السيد وائل الجعنيني. أهلا وسهلا بك سيد وائل، نبارك لأهالي مادبة، نبارك للأردنيين والعالم العربي هذا الاختيار القيم والجميل أيضا، أهلا وسهلا بك. يسعد صباحكم وشكرا على اهتمامكم بهذا الإنجاز، هذا إنجاز للوطن، إنجاز لسيدنا، إنجاز لوزارة السياحة، إنجاز للحكومة المحلية ولمحافظة مادبة بشكل خاص. يعني لنسأل بداية، ما هي الأسباب الأبرز التي أدت لفوز مدينة مادبة بعاصمة السياحة العربية لعام 2022 من وجهة نظرك؟ سيدتي، يعني محافظة مادبة تحتوي على العديد من المقومات السياحية والأثرية، والتي يعني هي محط أنظار العالم لأنه يوجد فيها مواقع غنية
كموقع جبل نيبو الذي احتل المرتبة الثانية في عام 2019 بأعداد الزوار بعد البتراء. كنيسة القديس جيورجوس اللي تحتوي على أرضية فسيفسائية تعود للقرن السادس الميلادي. مواقع عديدة زي ما ذكرت في التقرير. اعتماد 5 مواقع حج مسيحي في عام 2000 من قبل الفاتيكان، 3 منها على مسار مادبة السياحي. كل هذه المواقع السياحية والأثرية والمنتج السياحي المميز فيها وكونها أيضا مركز للتراث الحضاري والديني أدت إلى اختيار مادبة كعاصمة للسياحة العربية. هذه المدينة الجميلة اختيارها كان شيء مهم للغاية، إلى أي مدى يمكن استغلال ذلك وكيف يمكن استغلال هذا الاختيار؟ سيدتي، الآن احنا إن شاء الله الأيام القادمة وزارة السياحة ستقوم مع منظمة السياحة العربية ومع الحكومة المحلية على وضع برامج وفعاليات لزيادة الحركة السياحية ولتكون مادبة مقر وليست ممر، وبالتالي توفير فرص عمل لأبناء المجتمع المحلي وأن تكون الاستفادة للأهالي في منطقة مادبة، وهذا سينعكس أيضا على الأنشطة الاقتصادية المختلفة في المحافظة. ولكن ما أبرز هذه الفعاليات التي تتحدث عنها؟ هل هنالك خطة مبدئية واضحة؟ سيدتي، مديرية السياحة مع وزارة السياحة الآن تعمل على تطوير خطة تسمى تطوير خطة سياحة مادبة للأعوام 2021-2025، وهذه الخطة ركزت على 10 محاور، أهمها تطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية، تطوير المواقع السياحية والأثرية ونقاط الجذب السياحي، وتطوير المسارات، وتحديد الفرص الاستثمارية المتاحة في محافظة مادبة، والسردية وقصة المكان للمواقع الموجودة، وأيضا التدريب والتأهيل والتوعية السياحية، وأيضا الخدمات الإلكترونية، وتحديد وعمل روزنامج الفعاليات والأنشطة التي ستتم في عام 2022، وأيضا عمل خارطة سياحية شاملة لتوضيح كافة المعالم الموجودة في المحافظة، وآخر محور هو التسويق والترويج. ما هي أبرز الأماكن السياحية التي سيتم العمل عليها ضمن خطتكم التي تحدثت عنها، وأيضا أبرز المواقع التي تحتاج لبنية تحتية جيدة وصيانة وسوف تعملون عليها في الأيام القادمة؟ سيدتي، احنا نعمل الآن على معالجة بعض الأمور في محافظة مادبة، وأهمها نركز على اهتمام المحافظة بشكل أكبر بموضوع النظافة، بمعالجة الازدحامات المرورية في وسط المدينة، باستدامة يعني النظافة، والعمل على وضع خدمة الواي فاي في عدة مواقع، وتقوية شبكة الاتصال في بعض المواقع، وتوفير وسائل نقل مباشرة لبعض المواقع السياحية خصوصا للسياح الأفراد، وأيضا إصدار كتيب زي ما حكينا قبل شوي روزنامة. لكن كنت أقصد، هل هنالك أماكن معينة داخل مدينة مادبة يعني لها الأولوية في صيانة بنيتها التحتية، مواقع محددة سياحية يمكن أن يعني تعطينا أسماء معينة سيتم العمل عليها؟ نعم سيدتي، في عنا عدة مواقع، من أهمها موقع مثلا المتنزه الأثري بده إعادة صيانة لبعض المواقع، عندنا القصر المحترق، عندنا بعض المناطق القريبة من جبل نيبو زي عيون موسى سنعمل عليها لأنه نقطة جذب سياحي. الآن يجب أن نعمل على استكمال مركز تل ذيبان، هو الآن احنا نقوم باستكمال الأعمال الهيكلية، والعام القادم سنعمل على إن شاء الله 2022-23 على تجهيزه لتكون لذيبان نقطة جذب سياحي للمواقع السياحية. الآن يعني إحنا بنشتغل على عدة محاور ضمن هاي الخطة، وإن شاء الله بنركز الآن على مواقع الحج المسيحي زي مكاور. مكاور تم اعتماده بالعام 2000 كموقع حج مسيحي، الآن بدأنا بتطوير المرافق الصحية الموجودة في الموقع، والآن نعمل على
تطويره من ناحية الخدمات داخل هذا الموقع. كل هذه الأمور ستعزز من مكانة مادبة إن شاء الله على الخارطة السياحية الأردنية والعالمية. نرجو أن يتم سير خطط التطوير والتحديث والصيانة كما هو مخطط له. أشكرك جزيل الشكر، كنت معنا عبر الهاتف من مادبة مدير سياحة مادبة سيد وائل الجعنيني، وألف مبارك لمادبة.